يفتح الباب إلى التشعبين والجهاز الفني الذي تبين تفضيله الخيار السياحي على الخيار التحضيري بماربية. كما تحدثت مصادر أخرى عن وجود انفلات أخلاقي ورياضي بالمعسكر. إذن قسوة مستمرة على أسود الأطلس بعد خيبة الأمل التي تلت خروجهم المبكر من المنافسة الإفريقية. هل هي قسوة مبالغ فيها ربما خاصة بعد الإطراء المبالغ فيه أيضا الذي سبق هذه المنافسة؟ خولة، أردت أن أعلق على المحتوى المقال. يعني بالدرجة الأولى هو مقال تحريضي، حاول أن يعكس الواقع الذي يعيشه الشارع الرياضي في المغرب. قسوة مبالغ فيها أيضا؟ لا، يعني أنا من وجهة نظري وقد أشرت في أكثر من مرة وحتى أعلم من هذا المنبر أن المنتخب المغربي بصراحة صدم الجماهير المغربية. هناك أخطاء كثيرة انطلاقا من المعسكر مثل ما أشارت جريدة الصباح، الذي كان يعني قرارا خاطئا، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وصاحب القرار في الذهاب إلى ماربية. هذه الصحف عن القرار الخاطئ في وقت حدوثه، لم نرى الكثير من الانتقاد لتوجه المنتخب المغربي لماربية للتدريب هناك قبل أن يحدث ما حدث. قرار ماربية ذهاب إلى معسكر إسبانيا كان قرارا خاطئا، ومن الصعب جدا لأي وسيلة إعلامية في المغرب أن تتطرق إلى هذا الموضوع وتنتقد هذا القرار في تلك الفترة، خاصة وأن المنتخب المغربي في فترة إعداد يحتاج إلى التركيز، إلى الهدوء، إلى المساندة من وسائل الإعلام. لكن بعد أن حصلت هذه العثرة التي صدمت الشارع الرياضي، من حق وسائل الإعلام أن تكشف المستور والتحدث عن جميع هذه الأمور والتجاوزات التي حصلت، خاصة وأن المستوى الباهت الذي ظهر به أسود الأطلس في المشاركة الأفريقية فتحت باب التساؤلات على صحيح يعني البرنامج الذي خضع إليه المنتخب المغربي للمشاركة الأفريقية، التجاوزات التي حصلت، أخطاء الجهاز الفني إيريك جيريتس الذي يتحمل قسطا كبيرا في هذه المسؤولية. إذن هي أخطاء يعني مشتركة تقريبا. بالطبع. نعم. إذن لقاء الصحافة ما زال متواصلا معكم مشاهدينا.